الوجود فيها ألوان الفرح أو كل سكون لو الحياة فوها من أصل الوجود فيها ألوان الفرح أو كل سكون والألم لو هو ألم يخلق ندم بس أكيد اللي يصير ما من عدم والألم لو هو ألم يخلق ندم بس أكيد اللي يصير ما من عدم أيام نجاة يا ابن آدم كم بتأخذ كم بتعطي كم يطول كم يطول عمرك دهر يا ابن آدم كم بتاخذ كم بتعطي كم يطول كم يطول عمرك دهر هذا محال بس لو تطال الزمن والزمن ليه زمان يسرع يا خدم العمر أحلى العمر بس لو تطال الزمن والزمن ليه زمان يسرع يا خدم العمر أحلى العمر الدنيا دي مو دايما لأنك شيء في زواج تبقى في نفس المكان تبقى في نفس الزمان تفقد الأمان كل الأمان أيام الدورة رغم الألم والاختيار والزمن لك اختبار رغم الألم والاختيار والزمن لك اختبار القرار بين النعم والقرار كل القرار بين النعم أكيد اللي يصير ما من عدم أيام يا انت كنت وين من زمان؟ انا موجود في خدمتك دايما يا ام امين. تفضل يا بسام. أذكره زين بنيت فيه على الشاطئ بيت جميل من الرمل لكن للأسف جل موجه هذا تعرف ليش؟ لأن أساسه غلط وتوقيته كان غلط وأكبر غلط إن الإنسان يعيش خارج حدود الزمن ما فهمت إيش قصدك؟ طالما حطيت ايدك بايد عبد العزيز طمنك راح يعلمك على كل شيء راح يعلمك على كل غلط موجود في الدنيا بس عاد يا خوفي عليك يا خوفك علي؟ اي بس انا لما طلبت اتكلم معاك ما حبيت يكون بيننا شريك حبيت ان نتخذ قرارنا في انفسنا نفكر في نفسنا مع بعض من غير ما يكون عبد العزيز معانا بالاتفاق علشان كذي رفضتي تتكلمي لما كان عبد العزيز موجود في المكتب وعلشان كذي ما اريد اي حد يعرف على اللي يدور بيه اللي استغربه يا سميره عفوا اقصد الاستاذه سميره ان اسلوب كلامك الان
مختلف تماما عن آخر مرة. لأن الظروف تغيرت يا غسان، والآن أنا أمر بظروف أصعب كثير من الأول. على العموم أنا جاي الحين أتكلم معاك بخصوص الأمانة اللي بيننا. قصدك ابننا أو بنتي؟ نعم. لو كنت تعتقدي أنك ممكن تفاوضيني على ابني أو بنتي تكوني غلطانة. ابني بخير، كل الفحوصات والتقارير تثبت كلامي. ابني أمانة عندك، فياريت لو تحافظي عليه في هذه الفترة. اي بس أنا ما أريد. ومن قال إنك أنت بتاخذي؟ أنا باخذ، أنا كفيل إني أربيه، ولما يكبر ويسأل عن أمه أجيه وأخليه يشوفك وأعرفه على أخو أمين. المهم إذا صار لابني أي شيء أثناء فترة الحمل بتكوني غلطانة لو ظنيت إني بسكت. الظاهر إنك جاي وعارف إيش تبي تقوله. عبد العزيز مدرس لك زين. خلاص اتفقنا، ما دام أنت بتتكلم بأسلوب عبد العزيز وتبينا نتفاهم بأسلوب عبد العزيز أنا ما عندي مانع، بس عاد بشرط عبد العزيز ما يكون بيننا موجود. يعني إيش؟ يعني نتفق أنا وأنت ها ونخلص أمورنا مع بعض ونتفاهم على كل شيء بالتساوي. أنا ما فاهم. أنا فاهمك. غسان كم تريد؟ مقابل إيش؟ مقابل تنازلك عن ابنك. ولا بكنوز الدنيا كلها. غسان مر علي بكرة الشركة وخذ مفتاح السيارة اللي خدتها منك وراح أكتب لك على الشيك. أنت حط الرقم اللي تبي بس وقع لي على شوية أوراق وبعدين افتح الله. اتفقنا؟ سلام. حاضر حاضر يا سميرة. أو أستاذة سميرة. هذا الأسبوع أنا ما بروح البلد بصراحة، ما عندي فلوس، ما أدري كيف أقابل أهلي. أنت بتروح ولا لا؟ أي أكلمك. سامحني يا سعد، ما سمعتك إيش قلت. ما سمعتني ولا شيء شاغل لك بالك؟ إيش أقول لك يا سعد، اللي شاغل بالي يمكن يكون شاغل بالك أنت وبال الكثيرين من أمثالك. واللي هو؟ اللي هو كيف نقدر نكون أغنياء وعندنا فلوس؟ بالحلال ولا؟ أكيد بالحلال. ولا تريدنا نسرق ولا إيش؟ أنا نفسي يا سعد، نفسي أتخلص من كل الديون اللي علي. لا بنكي طالبني ولا الناس تريد مني شيء. أريد أكمل دراستي على حسابي، أريد أعيش مثل الناس اللي هي عايشة، أستمتع ومتع أهلي معي. اللي عجبني فيك يا سالم أنك حتى وأنت تحلم وتتمنى ما تنسى أهلك معك. الله يهداك يا سالم، كيف أنسى أهلي؟ هم سبب وجودي في هالدنيا. الله يحقق لك كل أمانيك إن شاء الله. خلينا نتعشى على أساس نرجع البيت، لا تنسى بكرة ورانا دوام. انت وبعدين معاك تتكلم ولا ايش؟ كذي في الشارع؟ لا يا استاذ عبد العزيز، نجلس في مكان هادي ونتكلم، وبعدين بصراحه انا جوعان. اسمع يا غسان، اياني واياك وتلعب معي لعبه دنيئه، ترى والله بنسفك نسف، مفهوم؟ لا يا استاذ عبد العزيز، لا لا تخاف، انت استاذي ومعلم في نفس الوقت شريكي، انا تحت امرك،
وبعدين انت اللي توجهني وتنبهني للحياه الاجتماعيه جديد. غسان نجلس نتعشى في مكان هادي وبعدين نتكلم. غنيم ايش فيك؟ شوفك اليوم ما طبيعي. لا ما في شيء، استريح يا سعد. كيف ما في؟ الظهر قلنا انك تعبان لانك جاي من الشغل، لكن الحين متاكد ان عندك كلام تريد تقوله. قول وش فيك؟ ترانا اصدقاء وما لنا غير بعض. تعتقد يا سعد أن الواحد يقدر يتزوج اللي يريدها ولا في شروط معينة؟ إذا المسألة مسألة زواج. لا يعني ما بالضبط. كيف ما فهمت؟ ما فهمتك. ترى يا زواج يا ما زواج. زين قل لي يا سعد، ليش لحد الحين ما تزوجت؟ إيش اللي ناقصك؟ قول إيش ما ناقصنك. يعني إيش؟ يعني محتاج مهر وبيت وسيارة وفلوس بس. لا الحمد لله، انت ما ينقصك شيء. لا اذا كان تريدنا سلفك عشان تتزوج انا حاضر ومستعد، ما يرد لك غير لسانك. لا لا مشكور مشكور، ما تقصر. خليني اروح اجيب دفتر الشيكات واكتب الرقم اللي تريده. رجعنا مرة ثانية للسرحان. لا أنا معك، إيش تقول؟ لا معي ولا شيء. تصبح على خير، خليك على راحتك. والله زين تنهي المطعم، على الأقل الواحد يعرف يأكل على كيفه واللي يريده. وبعدين معاك يا تتكلموا ليش؟ صراحة الموضوع ما يسرك، أنا عارف أنك راح تزعل بس ترى هذه هي الحقيقة. طيب قولي إيش هو الموضوع بالضبط؟ سميرة تريد تطلعك برا على الموضوع. يعني إيش؟ يعني أنا اللي أتفق معها على كل شيء وانت مالك دخل في المواضيع العائلية اللي بيني وبينها. هذا على حسب كلامه، وان موضوع الجنين موضوع يخصني انا وهي ونحن اللي نقرر. ايش تقول؟ مثل ما سمعت طلبت مني بكرة احضر الشركة عشان ترجع لي السيارة واخذ المبلغ اللي اريد. وتفتكر يا غسان اني انا رايح اسكت عليها؟ يعني أنا رايح أبهدلها في المحاكم. هي نسيت أنها أرملة أخوي الله يرحمه، وإن من حقي أن أخذ أولادها يعيشوا معي بسبب سلوكها السيء. أهدى يا أستاذ عبد العزيز، نحن في مطعم محترم. طيب قول لي أنت إيش قلت لها بالضبط؟ إيش رديت عليها؟ أنت على بالك أنا سكتت لها؟ لا يا أستاذ عبد العزيز، ما أنا اللي أسكت على حق صاحبي. أنا قلت لها آسف ما أقدر أتفق معاك على أي شيء، والكلام اللي يقوله الأستاذ عبد العزيز هو اللي راح يتنفذ بالحرف. وقلت لها أنك أخوي الكبير هنا في مسقط وأني أنا وحيد وما أقدر أقرر في مثل هذا الموضوع. وقلت لها بهالطريقة، ولعلمك موضوع ابني لا يمكن أتنازل عنه، لا يمكن. كفو عليك يا غسان، كذاك أبغاك دائما. كفو عليك. هل يعقل أن تنسى صديقك العزيز فيكتور فريز؟ أقول منى، أشوفك ما ناوية تروحين الجامعة، دراسة بدت من فترة وأنت ما رحتي.
ما قادرة. حس كأنه شيء متعبني في داخلي، كأنه في شيء قوي جالس يمنعني. ما أقدر. طب وإيش الحل؟ أأجل موضوع دراستي للسنة الجاية. بس كان زين يعني لو تواصلي على طول. وأنت في إيش يهمك الموضوع؟ لا أبدا يعني ولا شيء، بس يعني أفضل من أنك تضيعي وقتك يعني وتضيعي سنة من عمرك في البيت. ليش؟ خلني أفكر. بس يعني إيش رأيك أنا بقول لأمي إنها ترسل لك سائق باكر وتروح الجامعة، وبالمرة تشوف يعني إذا كنت ناوي تكملي ولا لا. أفضل لك من جلسة البيت يعني، صح؟ لا عندك حق، خلاص بروح. بس أمينة يعني أبسألك، أمي ما كلمتك في شيء؟ في إيش يعني؟ مثل إيش يعني؟ مثلا ما كلمتك في شيء يعني عن شغلها، عن حياتها، عني أنا؟ لا ما أظن. لا ما ليش في شيء؟ إيه خبرين. لا لا ما في شيء. خلنا نتابع الفيلم. نتابع الفيلم. ألم تشرب الليمون؟ ماذا؟ لم تشرب الليمون ولم تعد العلب، ماذا فعلت بها إذا؟ أرجو ألا تكون قد كسرتها. كسرتها؟ نعم كسرتها. لو تدري ماذا فعل الليمون. سامحيني يا عزيزة لأني خذلتك. مساء الخير. مساء النور ماما. أنا بروح الغرفة. استاذ خير ان شاء الله. في شيء؟ سلامتك حبيبي. يعني لازم لما اجي الغرفه لازم يكون في شيء معين يعني؟ لا لا بالعكس، تفضلي استريحي ما استريحي.
غريبة أنا يعني. تعال أنت قاعد على السرير. لا لا. تعال بس أسولف معاك أنا. أمير خلي عنك سوالف يلا قاعد. ها حبيبي. هلا. قول لي شو أخبارك شو مسوي مع الدراسة؟ الحمد لله ماشي حالي. يعني ترى بيك تشد حيلك هذه المرة ها؟ بعدين أبيك تستفيد من التجربة السابقة، لأن والله لو عدتها يا أمين تراني لا أعرفك ولا تعرفني. صديقك فيصل هذا أبيك تمحيه من الذاكرة تماما. فيصل خلاص فيصل من يوم صار اللي صار ولا أعرفه. خلاص صحيح؟ انقطع كل اللي بيننا جد. الحمد لله طمني. أقول حبيبي. شو أخبار منى؟ منى أوه منى لعلمك يعني صارت حالتها أحسن الصحية الحمد لله بخير. وعلى فكرة ما منى تريد السائق يمر عليها بكرة الصباح عشان تروح الجامعة أقنعتها. ما أدري شو أقولك حبيبي شو كتر تقنعها؟ أقنعت راني خلاص ولا يهمك من بكرة الصباح أنا أخلي السائق يكون هني. أشكرك حبيبي. قاعدة أمين منى ما قالت لك شيء عني؟ منى؟ لا مثل ايش؟ يعني شيء عني انا لا ما قالت شيء لا أمين حبيبي ايش بيكون شعورك لو عرفت اني انك ايش؟ ايوه كملي اني انا امك واحبك انت ولدي الغالي امين امين حبيبي اذا نمت تغطى زين حياتي ها جل. وبعدين لا تنسى تسكر الكمبيوتر لان الحين وقت متاخر جل. انت ايش بتسوي لو عرفتي اني متى بتظل العلاقة بيننا كذا مقطوعة؟ أنا مهما كان أمك ما استغنى عنك ولا أنت بعد تستغني عني منى حبيبتي ما الصغار بس اللي ممكن يخطئوا حتى الكبار معرضين للخطأ نعم منى أنا طالبة مساعدتك لأن مشكلتنا الحين صارت واحدة كلنا نام جيت اطمن عليش وشكرا انك ما قلتي لامين ويا ريت لو يظل على طول ما يعرف Thank you.
إلين متى زوجتك ذاك تظل ما تجي تتريق معانا؟ ما أعرف الوالدة، ما أعرف، تراها بعدها مصرة على الطلاق. زين وانت ايش رايك؟ انا ما اقدر ازعلش. يعني ايش؟ انت موافق تطلقها؟ اخاف اقول موافق انت تزعلي، واخاف اقول ما موافق سلمى تزعل. صدقيني ما عارف وش اسوي. يا حسان يا ولدي، انت بعدك صغير على مشاكل الدنيا وهمومها. اللي انا اعرفه بعده بعيد عنك. انا ما اريد سيف يتوجع ويتألم في موضوع هو سبب موته. صدقيني إذا قلت ليش إني ما فاهم شيء. مصدقة يا ولدي مصدقة، عشان كذا أقول لك أنت بعدك صغير على هموم الدنيا. زين ما فهميني، خليني أتعلم. لين متى أظل كذاك بدون فهم؟ شوف يا حسان، أول شيء أنا أريده منك انك لا تخلي الشك يلعب في راسك، وتقول اني انا ما احب سلمى او اعانتها. بالعكس يا ولدي، سلمى هذه مثل بنتي، والله يعلم يا ولدي انا كيف اخاف عليها. وهذا الشيء انا متاكد منه يا الوالده، بس انت ليش رافضه اني اطلقها؟ احنا عايشين وكاننا ما متزوجين ابدا، كل واحد عايش في حاله، وانت عارفة هذا الشيء. عمري ما دار في بالي ان اتزوج سلمى الكبيرة، ولا دار في بالش انت بعد. غلطة وصارت، ما اريدها تستمر. الحين قولي لي، ليش رافضة اني اطلقها؟ ليش؟ من حسرتي على موت ابوك وخوفي على بنت عمك. كيف يعني؟ لو انت طلقت سلمى يا حسان، مرشد يجي يخطبها وهي على طول بتوافق، بشرط انه يرجع المزرعة وبيت ابوها. معقولة هذا اللي يصير؟ معقولة ونص. مرشد هذا ما سهل، يمكن يتزوج سلمى وياخذ البيت والمزرعة ويطرد عمك خميس. عرفت الحين ليش أنا ما موافقة أنك تطلق سلمى؟ مرشد ما اعرف، ما سالته. دخلي دخلي. نعم، صبحك الله بالخير يا اخوي يا خميس. خير؟ يستوي كذاك مخليني واقف عند الباب من غير ما ادخل لتفطر؟ ما هي هذه عاداتنا وتقاليدنا يا اخوي يا خميس؟ انا ما فاضح سوالفك، قول ايش بقى تقول وخلصني. وانا واقف عند الباب، يا الله، الظاهر اني انسان غير مرغوب، ما حد يحبني ويريدني، ولا حد راضي يسامحني حتى. السلام عليكم. عليكم السلام هاشم. خميس؟ نعم هاشم. المثل يقول بيلدغ الغول يخاف من الحبل، وانا اشوف ان الثعبان لدغك اكثر من مره، وبعد جايب انه حيتك هنا.
غريبة والله يا دنيا، وفيش الغرائب. على كل حال يا أخوي يا خميس، أنا جاي أأكد لك صدق نيتي، وإني أريد أفتح صفحة جديدة معك وننسى اللي صار ما بيننا. أجيت اليوم علشان أخذك معي المزرعة، مزرعتك. ما مزرعتي يا مرشد إلا لما تكون الأوراق في ديني. بتكون إن شاء الله الأوراق في يدك، ولا يهمك، بس اصبر علي شوية. لكن أحب أقول لك، المزرعة مزرعتك، وساعة ما تبغى تجيها تعالها في أي وقت، وسوي اللي تبغى تسوي فيها. أي نعم، ويا ريتك تجي معي الحين يا أخوي يا خميس، علشان أحس أنك راضي عني ومسامحني. يا ريت. على العموم أنا أنتظرك هناك، وإذا جيت تراني أنا موجود. آه من ظلم الليالي والقدر حزني معاناتي، جبروت ظالم علي كدر احتارنا في أمري. إيش يريد منك يا أبوي؟ قايلني باغني اروح معه المزرعة. المزرعة مزرعتك يا ابوي، ومرشد ما يقدر ينكر هذا الشيء ابدا، حتى لو كانت الاوراق مسجلة باسمه. اللي لا تغنى الغول يخاف من الحبل. يمكن يكون مرشد تغير، وبعدين انا قلت لك مرة احسه صادق في كلامه. مرشد هذا خبيث، خبيث واجد، لكن اليوم حسيت بالصدق في كلامه، وانه فعلا باغي يتغير. خلينا نكسب فيه ثواب يا ابوي، خلينا نساعده نغير عشان يكون انسان معنى الكلمه، بدل الكذب والغش اللي هو فيه. خلينا نغيره. وانتي ليش باغت انه يتغير؟ لا يروح فكرك بعيد، انا يهمني ترجع لك مزرعتك وترجع تشتغل فيها مثل اول. انا مستعده اضحي علشانك، بس تكون فرحان وبالك هادي. رجولي ما تشلني ادخل المزرعه، وانا عارف ان المزرعه باسم مرشد، وإن أنا ما إلي حق فيها، حتى لو وعدني إنه بيرجعها حالي. يا أبوي، رابع الكذاب لين رز الباب، ما تخسر شيء. والله ما أعرف وش أقول يا بنتي، ما أعرف وش أقول. أنا بروح الحين عنك البيت وأخليك تفكر على راحتك، وشوف إيش المناسب سويه. وإذا بغيت تروح المزرعة وتريدني أجي معاك، مر علي البيت. يلا عن إذنك. الله معك يا ولدي، والله ينصرك، والله يحفظك من كل سوء. دعائك هذا يا أمي عندي أحسن من كنوز الدنيا وما فيها. الله يوفقك يا ولدي، وعسى بس أني أقدر أساعدك وأجي معاك المزرعة. تساعديني؟ يعني ناوي تجي معي المزرعة؟ إن شاء الله يا ولدي، بس خليني أخلص الكمين يوم بباقيات من العدة، وإن شاء الله أجي معاك على الأقل القليل إني أحش. خلينا نعتمد على أعمارنا يا ولدي، وإنت بعد شوف حد من أصدقائك الزينين يكون يساعدوك. ها مثل ما خبرتك، لا تنسى عمك، وإنت رايح تروح تاخذه معاك حن مزرعة زين، عشان بالمرة وهو يكون معاك بدل جلسة البيت،
تعرف جلسة البيت يا ولدي تسوي مرض؟ صح كلام شي الوالدة، والحين بروح له وأحاول إني أقنعه عشان أريد أحسسه إنه هذه المزرعة مزرعتك. بارك الله فيك يا ولدي، وبالمرة خبر سلمى خليها تجي بدل ما جالسة هناك وحدها. هي والله هي والله. تأمريني بشي ثاني؟ الله يوفقك ويساعدك يا ولدي، الله يحفظك. يلا مع السلامة. يا رب يا رب وفقه ونجحه يا رب العالمين. ها يا عمي وش قلت؟ تراني والله محتاج انك توقف معاي وتساعدني، وانت عارف بعد انا شغل الزراعة ما افهم فيه زين. وايش تريدني اقول لك يا ولدي يا حسان؟ اخبرك؟ حاضر حاضر يا ولدي. ولا عقب اقول لك خلي سايرين الحين، وخلي سلمى بالمرة تروح حيت الوالدة. سلمى طالعة من وقت من هنا، كيف هي بعدها ما رجعت البيت؟ تلاقيها رايحة مع فاطمة. خلينا احنا بعد نروح. يلا خلنا نروح. يعجبني فيك هالنشاط يا ولدي، يعجبني. خلي خلي يلا بسم الله. صباح الخير نور، مرحبا بك. صباح الخير حسان. صباح النور حسان. انا رحت عندكم البيت اسال عن سلمى، وخالتي حفيظه قالت انها هي هني. ها؟ هي ما جات عندك؟ لا، بس يمكن تغابينا في الدرب. يمكن يا ترى انت وين يا سلمى؟ انا موجوده، ما في داعي اجي اشوفك، وموضوعي مع حسان ما صار في شيء. وليش الموضوع طول كذاك؟ انا كنت اظن حسان على طول بيطلقك اول ما تطلبي منه. وانا مثلك، لكن الظاهر انه حسان وعمتي ما يريد الطلاق يتم. ايش؟ ما يريد الطلاق يتم؟ سمعيني يا سلمى، اذا ما تم الطلاق خلي ابوك يدور له بيت يسكن فيه، ولا يشوف بيت اخوه سيف اظني واسع ويشله. انت عمرك ما بتتغير. انا ما اتغير على مالي حتى ولو كان وسط السباع بسحبه. اذا شايف نفسك شجاع وقوي بهذه الطريقه، ايش لازمتها تكلم زوجتك زكيه باللي اتفقنا عليه؟ اذا شفتها كيف عاملتني بهذاك الاسلوب، تمنيت الارض تنشق وتبلاني. مرشد عمره ما سلم سر الحرمه، وخاصه زكيه هذه. انت ليش عاملتني بهذاك الاسلوب وكانها واثقه من اللي تقوله؟ أول مرة تسألني أنت جاي تريدي فاطمة ولا من؟ يعني من يكون في هذاك البيت غيركم أنتوا الثلاثة؟ وكأنها تسألني أنت جاي تريدي زوجي؟ بس هي ما قالت لي شيء ولا بينت لي شيء. ما علينا، موضوع زكية هذا سهل، بس موضوع طلاقك أنت من حسان هو اللي فيه المشكلة. لا يا مرشد، موضوع خالتي زكية ما سهل، وأنا ما أريد أمشي قدام الناس بفضيحة، ولا أريد مشاكل حال نفسي وحال أهلي. خليني مثل أول مرفوعة الرأس، ولا تطلب مني أشوفك مرة ثانية. إيه سمعيني، أنا بظل أشوفك لغاية ما تطلقين من حسان هذا، فهمتني؟ وإذا ما طلقت حسان أنا أعرف أخليه كيف يطلق. Thank you.
أجير في أرضي أجير أرضي أرضي أعاني الويلات أعاني الويلات والرب عالم الله عالم منى تحب الساعة كم مرجع لك؟ ما اريدك تروح عني انتظرني ما بتأخر كثير عندك تليفون؟ ايوه باخذ رقمك اذا شفت روحي بتأخر بتصل بك تروح وترجع لي أول مرة أعرف عن هذا الموضوع. علشان كذا أنت جالسة تتلقي تهديدات مباشرة من عبد العزيز. وقدر بعد إنه يخلي غسان في صفه. بس الحين المسألة صارت أصعب من كذا بكثير يا هلال. خاصة بعد ما جاني غسان. وطلب علي ضرورة محافظتي على الحمل بحجة إنه متمسك بطفلة القادم. طبعا انا عارفه كل هذا تدبير من عبد العزيز علشان يقدر يمارس علي ضغوطه حتى اقدر استسلم له واحقق له كل اللي يريده حتى يتوقف عن اذيتي بس لازم تتذكري يا استاذه سميره انه عبد العزيز وغسان يحاولوا يستخدموا ضدك كل الوسائل علشان تتنازلي عن الشركه حتى تقارير المستشفى رايحين يستخدموها بشكل سلبي وانت اكيد مدركه هذا الشيء اي نعم انا متاكده من كل هذا يا هلال علشان كذا لازم اجد حل لهذه القضيه قبل لا اسافر انت مسافره ايوه عندي شغل عمل حق الشركه وقلت مره استفيد من هذه السفره اعمل فحوصات عشان الغده الدرقيه هلال ايش رايك تسافر معي أنا ما عندي مانع وأيدك بعد على هذه السفرة لأنه ممكن تستفيدي منها وتراجعي أمورك العملية والصحية لأنه عبد العزيز صاير الحين هدف الشركة كلها بعد ما كان بيطالب ميراث أمه ما عادة تهمني تهديدات عبد العزيز يا هلال طالما أنك أنت بتوقف معي ما أتخلى عنك لحظة واحدة مهما يصير والحين خلينا نبدأ الخطوة الأولى صار ما أعرف يا فوزية عندي كلام كثير أريد أقول لك إياه بس ما أعرف من وين أبدأ قول يا غسان من وين ما تريد أنا سامعة أنا محتاجة تقول لي شيء والله يا ريت بس ما أعتقد لا الوقت ولا المكان مناسبين عشان نتكلم وناخذ راحتنا وأنا لازم أشوف الأستاذ عبد الحميد في هذه عندك حق متى تسمح ظروفك اني اشوفك يعني طيب عنفك الله معك تفضل صباح الخير استاذ عبد الحميد صباح الخير غسان تفضل شكرا اكيد جاي تاخذ السياره اذا كان ممكن وليش لا
إذا كانت صاحبة السيارة تقول أعطيه السيارة، أنا أقول لا، هذا مستحيل طبعا، ومن غير ما أسأل. أم أمين ما ترجع لك السيارة إلا إذا كان هناك هدف أو سبب. أنا من يوم ما جيت هذه الشركة علمتوني أنه ما في حد يسوي شيء لله، المصلحة العامة فوق كل اعتبار. أنا كنت خام مثل ما تقول أم أمين، حاولت تشكلني مثل ما تريد، وهذا الخام تشكل، والحين لازم أشوف مصلحتي وين بتكون. أنا نفسي ما مصدق إن اللي كلمني غسان، ذاك الإنسان البسيط اللي كأن الحين جاي من قريته أو بلده. شوف يا غسان، لا تخلي الدنيا تغويك وتغرك، ترى ما بتلوم إلا نفسك. شكرا على النصيحة يا أستاذ الحميد، أنت الوحيد في هذه الشركة اللي تكلمني بصدق وخالي من المصالح. بس حبيت أقول لك شيء يا أستاذ عبد الحميد، أنا أريد أعيش مثل ما أنتوا عايشين، ولا حتى الحياة لناس والناس. لو سمحت أنا مستعجل شوي. إن شاء الله. تفضل يا غسان. شكرا يا أستاذ، شكرا. إذن بعدها العلاقة بينهم ما انتهت. أو يوم شفته وانت تعاني السقم، لو يوم عمرك عشته في سلم،